نفى مراسل الأخبار سيطرة التنظيمات الإرهابية على بلدة جوباس بريف إدلب، مشيرا إلى أن وحدات الجيش تصدت لهجوم هذه التنظيمات على محور داديخ كفر بطيخ بريف إدلب. الهجوم الإرهابي الذي تم باتجاه مدينة سراقب، ومحاولة المجموعات الإرهابية توسيع هذا الهجوم باتجاه نقاط هي في الغرب من سراقب، تم ردع هذا الهجوم من قبل الوحدات العسكرية للجيش السوري. تحدثت بعض وسائل الإعلام التابعة للمجموعات الإرهابية عن السيطرة لهذه المجموعات على بلدة جوباس. هذا الخبر غير صحيح، الوحدات العسكرية موجودة في بلدة جوباس وتقوم بردع هذه الهجمات الإرهابية. حاولت المجموعات الهجوم أيضا على محور داديخ كفر بطيخ، تقوم وتعمل هذه المجموعات الإرهابية على الدخول إلى ثغرة ما أو إلى الدخول إلى جزء من البلدات من الناحية العمرانية، تقوم بالتصوير، تحاول أن تفرض حرب إعلامية، تقول من خلالها بأنها دخلت إلى البلدة أو سيطرت على المنطقة، لكن الموضوع يكون بعكس ذلك. تكون هناك محاولة للدخول يتم ردعها من قبل الوحدات العسكرية للجيش السوري. أتحدث هنا في المحور المحيط لمدينة سراقب. طبعا هذه مجموعات إرهابية حاولت توسيع الهجوم من سراقب باتجاه البلدات التي هي في الجنوب منها، في محاولة منها للقيام بعملية تأخير الرد العسكري للجيش السوري باتجاه المجموعات التي دخلت إلى المدينة، توسيع هذا الهجوم من قبل المجموعات. طبعا هذه المجموعات التي دخلت بأعداد كبيرة، نتحدث هنا عن قيام النظام التركي بتحشيد أكبر عدد من التنظيمات الإرهابية على رأسها التنظيمات التي تعتبر من أهم التنظيمات الموجودة بإدلب، وتمتلك أهم أو ما يسمى النخبة الانغماسية والانتحارية، إن كان من العصائب الحمراء، أجناد القوقاز، الحزب الإسلامي التركستاني، كل هذه المجموعات الإرهابية التي تتحدث بأنها تدخل إلى هذه النقاط أو تقوم بالهجوم على البلدة الفلانية أو على المدينة سراقب أو هذه البلدات بدعم من النظام التركي وتقديم الإسناد الناري والتأثير الناري لهذه المجموعات الإرهابية. يضاف إلى ذلك كل ما يتعلق بالتخطيط العملاتي لهذه المجموعات، الاستطلاع، لاحظنا بشكل كبير وجود طائرات مسيرة في معظم النقاط التي هي محيطة بمدينة سراقب وصولا إلى نقاط خلفية. تعامل الجيش السوري مع أكبر عدد من هذه العربات، نتحدث عن تدمير عربات مصفحة للمجموعات الإرهابية، عربات تركية بمن فيها من عناصر إرهابية. تحولت المنطقة بالعموم إلى كمين قتل لهذه المجموعات الإرهابية. الجيش السوري يقوم بالرد، قلت لك بأن المعركة مفتوحة، المعركة عنيفة جدا، ولكن الوحدات العسكرية قادرة على صد هذه الهجمات الإرهابية.